المعمار ديال المدينه على الناس اللي ساكنين فيها اليوم حنا في صندوق فيل ديال كازابلانكا وغادي نستضيفوا رشيد بوفوس اللي هو كاتب ومهندس معماري رشيد بوفوس مرحبا بك في كازا شكرا بارك الله فيك في دواء انت مهندس معماري بغيت نعرف شنو كتقول لنا المعمار ديال واحد المدينه شنو كيقول كي لنا على المجتمع اللي عايش فيها Bah, écoutez, l'architecture, c'est d'abord le reflet d'une société, quelle qu'elle qui ce qu'on appelle le vivre ensemble l'architecture il a le reflet aussi de la civilisation la civilisation c'est quoi c'est pas simplement le, le vivre ensemble mais aussi tout ce que les gens arrivent à faire ensemble en matière de, de, de culture en matière de façon d'être en façon de manger

fait, sa, sa richesse, et c'est dans la diversité qu'on voit aujourd'hui cette, cette, cette richesse. Et tant mieux que l'architecture soit différente d'une civilisation à une autre, d'un pays à un autre. Et d'une ville à une autre. D'une ville à une autre, ça nous, ça, nous, ça nous renseigne exactement comment les gens euh, vivent dans une société donnée, comment ils se déplacent, comment ils échangent les choses, comment ils commercent, euh, comment ils vivent. Et euh,

au début du XXe siècle, Dar est une petite ville, donc un petit port de pêche. Et le colonialisme qui vient du Maghreb dit que Dar est la cité de du Maghreb. Donc, toutes les va va se développer à partir du port, de la À partir du port vont se construire les quartiers qu a fait, qui sont les quartiers européens. Le Maghreb, a غادي يخليهم النصارى في المدينه العتيقه داكوغ علاش؟ ماشي حيت كما قال ليوتي انه نحترموا المساجد وما نتخلطوش مع الناس لا لو كولونياليزم ماروك كاين دابور ايجينيست باسكو في المغرب لو كولونياليزم ماروك ايتي دابور ايجينيست اون موري بوكو دي زيبيديمي او كونت لي فرونسي اريف بوكو دو جون فون موري اي كومبري لي فرونسي دايور la célèbre infirmière Marie Feuillet, qui va donner son nom après à l'hôpital militaire de Rabat, et une ancienne infirmière qui était rentrée avec les Français en 1910 et qui est morte au Maroc du typhus. Donc on va séparer les populations. français, qui Maghreb, le le Maghreb, هذه المدينه الاوروبيه بعد النمط ديال الهندسه المعماريه اللي كتشوفي علاش باسكو ملي جاي المغرب يفا او سي مونتري سا فورس فو سي مونتري سا سيفيليزاسيون يعني راه جايب للمغرب واحد الحضاره اللي كيقول هو راه ما كايناش يعني الحضاره العصريه الوغ كو المغرب بلد حضاري من الاف السنين يعني راه تخلق ل... ل... يعني لو بروميير نوايو دو اوربانيزم في المغرب يعني في البلد الامازيغي وهو المدينه مدينه العتيقه ولكن يعني في الاوائل ديال القرن العشرين الامبرياليه الاوروبيه وذاك الغزو يعني ديال 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 الكولونياليزم دي دي باغي يوري باللي انه هو متوفق علينا ودونك دار واحد النمط ديال الهندسه ديالو اللي كانت ل... سكون ابل لاركيتكتور اوسمانيان في فرنسا في باريس يعني في... اللي صوبها لو باغون اوسمان كي تي بريفي دو لا سين في 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 النص ديال القرن 19 وعندها واحد عندها واحد يعني واحد النمط ديال ديال البناء يعني الطابق السفلي يكونوا فيه لي كوميرس المتاجر ou le tabac de l'occupation. Il y a un système de strates verticales au départ des strates horizontales, mais l'architecture européenne, qui a fait partie de la révolution industrielle, elle va changer complètement. Elle va en fait, être le reflet du développement du développement de la société européenne. Et ce développement va s'adapter à l'architecture. دونك العمارات اللي كنشوفوا ما هي الا لو غوفلي ديال هذيك لا سوسيتي اللي ولات برجوازيه اللي ولات عندها المال اللي ولاو اللي ولاو الناس كيخرجوا من الاكواخ وكيخرجوا من البوادي باش يجيو للمدن وكي ويسكنوا تو سا سي لا ريفولوسيون اندستريال اللي 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 دارت هذا الشيء دونك في المغرب الشيء غادي يكون عندي واحد الصدى كبير يعني حتى المغاربه اللي كانوا مولفين كيسكنوا في المدينه العتيقه ملي كنخرجوا من المدن العتيقه اللي كانت فيهم المدينه الناس راه كانوا كيسكنوا في الاكواخ ولا كيسكنوا في القصبات يعني الطينيه يعني مع المشاكل ديال ديال لو كونفور ما عندوش ما عندوش الماء ما عندوش الضوء ما عندوش هذا ملي كتجي لا موديرنيتي او ديبي دي 20 سيم سيكل كتجيب الضوء لا في الكتريسيتي كتجيب لو بوطابل يعني كتجيب لو غاز كتجيب لاخر دونك النمط ديال العيش ديال الانسان اللي كان يعني شبه قروي ولا جبه بدوي في قبل القرن, القرن 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 العشرين غادي يتغير دونك المغاربه اللي كانوا عايشين واحد النمط تقليدي غادي يشوفوا واحد الحضاره اللي بدات دونك سافا يفيغ ان شوك داك لو شوك دي سيفيليزاسيون راه غيال راه ماشي يعني جاتك واحد الحضاره اوروبيه يعني مسيحيه وعندها واحد عندها واحد الافكار يعني توسعيه وداك الشيء غادي تكون عليها انفلونس على المغاربه دونك المغاربه اللي كانوا كيعيشوا يعني في المدن العتيقه، غادي يشوفوا ديك لا مودرنيتي، يعني لان مودرنيتي ما جابتش في الماء في المعمار في لارشيتكتور، جابت الصحه يعني جابت جابت الطرق معبده، لا فواطور غادي تدخل للمغرب وغادي يولي البيس غادي يولي لو كار، لو ترونسبور، ما غاديش نوليو نديروا ثلاث ايام اربع ايام باش نجيو من فاس حتى حتى لمراكش، اللي غادي نديروا نهار غنديروا نص نهار داكور دونك هادشي كلشي غادي يكون عند واحد الصدى وذاك الصدى الكبير غادي يكون في الدار البيضاء يعني الدار البيضاء هي اللي غادي تعرف واحد النمو اقتصادي اكسترا اوردي يعني هذاك ميم ذاك لو تيرم ديال بيدون فيل تخلق في الدار البيضاء لانه دار البيضاء ت... تخلق... في الدار البيضاء غادي واحد اون اتراكتيفيتي غادي تخلقوا اون اتراكتيفيتي اكسترا اوردينير سور لي ماروكان باسكو لي زوزين ديال عين السبع غادي يبداو دونك غادي تخلق واحد الدار البيضاء دونك الناس غادي يجوا من البوادي ولكن الدار البيضاء كانت مدينه مقسمه سيغمونتي المدينه العتيقه ساكنين فيها الناس الاصليين ديال الدار البيضاء المدينه الاوروبيه ساكنين فيها الاوروبيين ساكنين فيها الاوروبيين ودوك الناس اللي جاو من الهجره الداخليه باش يخدموا في سكنون في لي زوزين اكسيترا فين غادي يسكنوا في النواله غنسكنوا في لي كارير في دي في واحد الديور بحال داك ديال لافريك كونشوم اكسيتيرا هذاك هو كان النمط اللي كان ميوت نوالا وبشوية بشوية مع الظروف المناخية في الدار البيضاء وداكشي غادي وتقدر دير دير شوية ديال الطوب دير شوية ديال القصدير المهم كانوا كياخذوا داك البيدو ديال الزيت ديال الخمسة لتر ديال الحديد وبيه كيديروا لي طونشيتي ديال ديال الديور من وين جات بيدونفيل داكوغ وتخلق وتخلق هاد 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 هاد, هاد, هاد المفردة ديال بيدونفيل تخلقات في المغرب دونك

و يعني مع الحضاره المغربيه وعطات بيضوه لي بيتي ا بيتي ملي وصل الاستقلال مشاو مشاو النصارى بداو كيمشيو لاخر المغاربه اللي كانوا ساكنين في, في, في المدينه العتيقه ولا اللي كانوا ساكنين في داك لي بيناوميلو داك الشيء بداو كيدخلوا للمدينه الاوروبيه دونك دونك سكنوا بلاص دوك النصارى اللي اللي كانوا هنا دونك ولا عندهم حتى واحد النمط ديال العيش اوروبي ولاو المغاربه قلبوا مع الحضاره الاوروبيه ولو كيلبسوا الحوايج بحال الاوروبيين ولو كيحيدوا الجلابه ولا العيالات كيحيدوا الحايك يعني هذاك لا ليبيغاسيون دو لا سوسيتي افيت افيك سو كونتاكت ديال الاخر ولكن المغاربه بقاو محتفظين على التقاليد ديالهم الاصليه يعني الاحترام الحشومه سيتان يعني لي فالور انترينسيك دو لا سيفيليزاسيون ولكن نمط العيش تبدل الناس بلوكي كيشرو الطوموبيلات بلاو كيشرو الابارتمون ولا كوستيم كرافات يعني ولا كيتحضر وهذا الشيء هذا مزيان لانه ما يقدرش المغرب يبقى عايش ما يقدرش المغرب يبقى عايش بوحدو الوغ العالم كله كي 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 كيتقدم الوغ حنا دابا كنتواجدوا في لو سونتر في ديال كازابلانكا اللي هو واحد الوقت كان هو لو كور ديال لو كور باتون ديال لا مودرنيتي اوروبيان وسط الدار البيضاء اليوم شنو هو ليماج اللي كيعطي هذا السونتر فيل على كازابلانكا واش باقي كيعني لا مودرنيتي ولا تنسى اه وتهمل من طرف اه المواطنين والسلطات المشكل اللي مطروح في الدار البيضاء في ال يعني في وسط المدينه ومطروح في جميع المدن المغربيه حديثة العهد يعني اللي تخلقات من اللي جا البروتيكتور البرو البرو واخا كانوا فيها مدن عتيقة تكريو لي لي فيل اوروبيان معاهم المشكل اللي كتشوف فيه فيكتيفمون الاهمال يعني لو سي الي كتشوف لا كاليتي دي كوميرس كتشوف لي لي فاساد ما كيسبغوهمش كتشوف يعني كاين واحد الاشكال ديال لا ريسبونسابيلتي ديال لي زيلو ديال السلطات وديال يعني الهيئات المنتخبه لان شغلهم هذا انه يصفت للناس ليس اللي ساكنين في واحد العماره لاغيتي مينيسيبال بيرمانون اللي كنحكموا بها الدار البيضاء من 1952 يعني لا ديال لا فين كيقول كل ست سنين خاصة غافالمون فاسد تعاود الصباغه في العمارات علاش لي زيلو دابا من ذاك دا الوقت من الاواخر ديال ديال, ديال, ديال السبعينات فاش بدا الاهمال إيه في الدار البيضاء يعني في السبعينات الستينات وداك الشيء كانوا حكام مغاربه في الاخر كانوا عمال مغاربه كانوا كانت واحد الصرامه كان يعني واحد اخر ما كاينش اللي اللي ينشرح حوايجه في 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 السطح ولا في في, في البالكون ولا وبدأوا هذاك الاهمال في في ديال 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 لي 80 اكسيتيرا لي زاني بلطو لي زاني 90 ملي اوسي بدات واحد الهجره قويه على الدار البيضاء والدار البيضاء في ايام الاستعمار راه ما تقدرش تخليها لما ما عندكش سوف كوندوي يعني اما جاي تخدم في في لي زوزين ديال عين السبع ولا شي حاجه وكتسكن في النواله ما عندك ما دير هنايا خصك تخرج ما عندكش شانس اوف كوندي سيتي كوم سا كون كونترولي أه كازا أه هي كازا بلانكا بالفيزا اكزاكتومون كانت كازا بلانكا بالفيزا كيما كانت جميع المدن المغربيه فيها الاستعمار بالفيزا والله الا دخلتي لشي مدينه ورقه اش جاي دير علاش اون غوفيان ذاك القضيه اللي كنقولوا ديال الكولونياليزم ايجينيست ما كنبغيوش انتشار الاوبئه من مدينه لمدينه ملي خدينا الاستقلال في 1956 اكبر حاجه ربحناها هو حريه التنقل

راه كاين الطريق كاين خصك تحبس في الباساج كلوتي فان دوز غير في الباساج كلوتي تحبس في الفيرو يعني سي دي براتيك اللي ما علموهمش للناس فورسيمون في ذاك الوقت زاد داك الشيء تدريجيا في المدرسه في هذا يعني كان واحد خاص خاص المدينه يعني الحديثه الا دي الا دي كونتخانت ودوك لي كونتخانت دوك لي كونتخانت وانا مي بوكو دو تون اسو لي زابروبريي اكسيتيرا بون دونك دونك سكي في كو مسؤوليه ديال المنتخبين مسؤوليه ديال السلطات لان الناس كيخلصوا ضرائب ولكن المسؤوليه ديال ديال المواطنين فهادشي كيف؟ صبر بلاتي انا جايك كيخلصوا ضرائب دوك الضرائب نورمالمون خاص يكون تحسن ديال لا الدوله كدير كدير خاص يعني الناس كيخلصوا ضرائب وخاص الدوله بدوك الضرائب تحسن لهم الوضع ديالهم ايفيكتيفمون الدوله دارت انجازات حنا جالسين حدا tramoider c'est-à-dire c'est un couche mais pour améliorer la condition de vie ديال des des gens ولكن كاين واحد الوعي conscience collective هذا كما مشكي يعني بنادم اللي عايش في مدينه بحال الدار البيضاء ارتاح حضاري استثنائي سواء المدينه العتيقه ولا المدينه الاوروبيه ولكن ولكن مازال ما, ما عارفش القيمه ديال هذا الشيء خاصك تعرفي دون لي زاني 40 ان 30 40 50 au niveau international. Il y avait des écoles d'architecture de Casablanca, on appelait ça l'école de Casablanca, à travers les œuvres Aide les qui était D'accord Et on disait que Casablanca était plus moderne que Paris. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il était beaucoup plus, plus gai, beaucoup plus... Il de venir à Casablanca que de, 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 dans certaines métropoles européennes. هادشي ما اين الناس باش يحتفظوا على هذه الجماليه ديال هذا الارث لانه ارث هذا واخا داروه الناس ديال ديال ديال, ديال الاستعمار كيولي ارث ديالنا دابا في هذه السنوات الاخيره كنشوفوا بعض الجمعيات كازا ميموار وكذيتيرال المغاربه يعني لا سوسيتي سيفيل بدات كتوعى بلي انه كاين هذا الارث وخصنا نحتفظوا عليه وخصنا نحتفظوا عليه ماشي مشكل ولكن خصنا نعرفوا كي غادي نحتفظوا عليه نقولوا مثلا هذه العماره هذه بناها واحد المهندس في السنوات في العشرينات ديال القرن الماضي وهي كتريب كطيح لان ما كانش لونتروتيان ديالها وخصنا نكلاسيوها ونخليوها لا خصنا نتيحوا الفرصه للمنعشين العقاريين بشراكه مع 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 وزاره الثقافه بشراكه مع لي زيلي جاء دو بيرميتر نوفيل في ا سي باتيمون سي لا او جو دي دي

sta grand oh هنا اليوم بصدد l'organisation de la Coupe du monde a dit journal 200000 ou 300000 euh c'est un vrai on veut atteindre le Maroc 20 30 40 millions de il faut leur donner la possibilité aujourd'hui de voir le Maroc sous un nouveau visage il faut donner la possibilité à tous ces visiteurs de voir le Maroc sous un nouveau visage alors justement had les nouveaux visages <muché> il a bien l'architecture oui, intouchable oui. ou la réhabilité oui. des de, bâtiments d'Akshi. Quelle est notre réhabilitation liée à tous les fonds de commerce, les qu'il le centre-ville Oui. oui. Euh, et, et comment faire du neuf à partir du, alors, de l'ancien Alors, justement, moi je plaide depuis plusieurs années. Je suis en le canon faire le commerce. il n'y a pas de faire le commerce. تحل واحد المحلبه ويتحل حداها واحد واحد السيد عنده واحد لامارك كبيره ديال الحوايج واحد اخر تحل حداها سميت واحد السناك اكسيتيرا الوغ كو ملي كنشوفوا المدن العصريه في العالم برمته كاين واحد لورغانيزاسيون دو كوميرس في الشوارع الكبيره نقدروا نديروا واحد القانون في المدينه لانه في الشوارع يعني في شارع محمد الخامس في شارع الجيش الملكي يعني تقدروا نقولوا هل لوتيب دو كوميرس اللي يقدروا وهالو تيب دو كوميرس اللي ما يقدرش يكون فيه علاش باش ما يزعجش الناس باش تكون واحد الجماليه باش يكون واحد وباش باش باش يجذب الناس لان الا كان مثلا دي كوميرس اتراكتيف سورتو لا جونيس ولا بيان سور ملي كنشوفوا مثلا تمشي لسبانيا تمشي لاشبيليا اللي هي ارث حضاري مغربي ماشي عربي ولا إسلام مغربي محض وكتشوف المدينه العتيقه ديال اشبيليا اللي هي اخت الاخت الصغيره ديال مراكش كتشوف كيفاش الاسبانيين في المدينه العتيقه عندك دي كوميرس مزيانين مصاوبين اكسترا حدا النمط ديال السكن القديم اللي ولا سميتو علاش حنا ما نقدروش نديروه نقدروا نديروه يعني خاص شويه نخليو شويه ديال الابتكار نبداو نعيطوا شويه للمهندسين المعماريين نستشروا معاهم لان كاين غير المهندس المعماري اللي كيعرف يصاوب المدينه ماشي المهندس الانجينيور اللي كنعرفوه اللي, اللي عندنا المشكل لان الاشكال اليوم في المغرب انه المدينه كيصوبوها لي زانجينيور ما كيصوبوهاش لي زاركتيك انا ماشي مشكل ديال ولكن دير واحد الشراكه لانه هذا الهندسه المعماريه دابا هي ثقافه يعني سي تشون كولتور جينيرال يعني افون دو كري افون دو ديسيني خصك يكون عندك واحد الباك جراوند خصك تكون قاري ماشي غير ارشيتك كتعرف ترسم ولا كتعرف تصوب طروا دي لا خصك يكون عندك واحد الارث يعني فراسك حضاري تكون قريتي بزاف تعرف لي سيفيليزاسيون فواياجي كنقول للمهندسين المعماريين اللي كيخرجوا من المدارس في المغرب افون ديكزيرسي فواياجي سافروا شوفوا العالم كيمبغي نشوفوا النمط العيش واجيو ديك الساعه ابتكروا شي حاجه ولكن ابارتي دو لا سيفيليزاسيون الماروكين راه غير الا خدينا ذاك الارث ديالنا يعني الزليج الخشب البلاطر ذاك الشيء اللي كنعرفوا ذاك الشيء اللي درنا به الحضاره في الاندلس وذاك الشيء ونمزجوا ذاك الشيء ونمودرنيزي غادي يقدر إيه يعطينا واحد واحد لو ستيل

باسكو ملي كنخرجوا ولكن كاينه لا دوموند اوسي ديال ديال, ناس ديال ديال الناس ديال ديال الساكنه اللي فم... انا مثلا باغي نعيش في دار موديرن بحال ماشي اللي كنشوف اي ماشي, ماشي ماشي مشكل ولكن هذاك الاركيتكتور ل... ل... موديرن راه كتخلق الفوارق الاجتماعيه بزاف راه كيولي واحد واحد ماشي سخط ولكن كيولي كنخلقوا واحد الاشكال في المدينه العتيقه اللي عنده الفلوس واللي ما عندوش الفلوس ساكنين في زنقه وحده البيبان بحال بحال لو ريش لو بوفغ في دون لا ميم ما كتعرفش فين هي لا ريشيس ريشيس تاع لانتيريور هي على بري دي ريغار افيك لا مودرنيتي لا ريشيس سيكسبوز مي كت كتخلق كت واحد الحقد عند... عند الناس اللي ما اللي ما اللي ما محتاجينش ودوك الناس اللي عندهم الفلوس ما تلاوش باغيين يسكنوا حداهم المساكين اللي كانوا ساكنين حدا بوتهم وجدودهم هادو هما الفوارق اللي خصنا اون دو كومباتر دونك الفو Une société solidaire, une société qui accepte l'autre. Alors justement, qu'est-ce que l'architecture peut-elle qu'on peut, à euh, travers l'architecture, penser la ville autrement, une, une ville plus inclusive li euh, Quand un architecte dessine de belles choses, les gens sont heureux dans ce qu'il a dessiné. Quand ils dessinent mal des choses, les gens sont malheureux. Donc nous avons un pouvoir extraordinaire et une lourde responsabilité. Parce qu'en tant qu'architecte et en tant qu'urbaniste, nous avons, nous avons, là, les architectes urbanistes, nous avons une lourde responsabilité sociétale. Parce que quand je dessine un, un beau quartier, ben, quelque part, je dessine le futur des gens.

دونك خلقنا ذاك غيتو اش غادي نديرو دابا اي بورتون يعني دي زكسبيريونس كنتعاشو في اوروبا على هاد الغيتو كان كان خصنا تيرنا الانتباه يعني خصنا نعاودو نشوفو لا فيل اوترومون كنبنيو دابا القفوزه لعباد الله 55 مترو 50 مترو واش تيماجين بنادم عايش وكنديرو العمارات في السوسيال بلا بلا اسونسور واش داك السيد اللي غادي يعيش في السوسيال ما غاديش يكبر غادي يبدا يطلع دوك ربعه ديال لي زيطاج على رجليه حتى قبيله طلعنا لو سياج ديال ديال لو ماتان راني راني سخفت في النص ما طلعتش ست... تلعت... الوغ ايماجين واحد في 70 عام 80 عام غادي يطلع واحد العماره ديال الاربعه ديال يعني التخمام ما كاينش هذا هو الاشكال اللي كنقول انا عطيو الناس لا سيرفاس مساحه لان الناس في المغرب غير سوليدير السيد راه ما غاديش يفرط في ولاده ما غاديش يفرط في باه غادي يعيش مع الوالده ديالو اكسيترا حتى ملي كتسكنوا في 50 متر دونك سافيدير كتقصي واحد واحد لابارتي ديال ديال لا سوسيتي كتقصيها ما يقدرش يبقى مع الوالده ديالو ولا الوالد ديالو الموسم فين غادي يمشيو هاد الناس هادو غادي يمشيو لدار العجزه وعقلتي واحد ديسكور ديال حسن ديال الله يرحمه قال لك نهار غادي نشوف واحد الدار العجزه في المغرب غادي نشعل فيها العافيه لان خاص لا سوليداريتي خاص لا سوليداريتي وما خاصش لاركتكتور ناخدوها كوم ان بريتكست باش نقصيو واحد الفئه في المجتمع ألوغ تكلمنا بزاف على لا غيابيليتاسيون ديال ديال لو سونتر فيل يعني المعمار وكومورابيليتي لي لي ولكن حتى على لي كوميرس اللي خصهم ربما يتعوضوا اللي خصهم يتبدلوا خصهم يتغافلوا شي تاو كيفاش نوصلوا لهذا الشيء بلا ما نادي ولا بوبولاسيون اللي ديجا عايشه في السنتر فيل لان هذا الشيء سي سكون يعني تهجير شويه ديال الناس اللي ساكنين اللي ساكنين في هذه المنطقه نديو مناطق اخرى يعني كيفاش ممكن ننجحوا في هذه المساله بلا ما نضروا شي حد بزاف ديال المدن الاوروبيه كاينين الناس اللي مختصين في هذا الشيء اللي هما خدامين يعني مع الـ مع لي سيرفيس ديال لا فيل وداك الشيء كي كومباني لي كوميرسون يعني ماشي حيت أه واحد الكوميرسون حل في واحد البلاصه فورسيمون غادي يخدم بوتيتر كو لو برودوي ديالو ني با ادابتي لديك لا زون بوتيتر سي ديباسي بوتيتر وهاد أه Les fonctionnaires, ils s'occupent de leur trouver de nouveaux endroits, de nouvelles possibilités de crédit, de nouvelles choses. Il y a une doula accompagne le commerçant. Fédois, ce que tu dois connaître, c'est que, dans le Maghreb, nous n'avons pas de loi sur le commerce. Sur l'organisation même du commerce. Je qui ce Qui est-ce que tu as le canon de l'Ahqiya? Je ne sais pas si tu as l'air de l'Ahqiya, etc. Tu ne sais pas si tu as l'air de Rien n'empêche n'importe quel commerce de venir s'installer. Or, oh, il y a peut-être des commerces qui doivent être sur certaines avenues et d'autres qui ne doivent pas être. Or, aujourd'hui, quand je vois le chaos à Kebira, quand je vois pratiquement Kebir des produits 25 dirhams ou à 10 Kebir les produits 10 dirhams, qu'est-ce qui faut organiser Parce que le commerce, encore une fois, c'est une science. Il ne faut pas l'oublier. Et nous la voyons aujourd'hui avec le développement et l'engouement des Marocains pour les centres commerciaux. Comment ils vont Nous avons fait un grand travail sur les centres commerciaux aujourd'hui. Regardez comment le commerce dans les centres commerciaux a évolué. Donc regarde comment l'engouement des Marocains pour les, les centres commerciaux, qui ont fait un vrai travail de redynamisation des, des, des marques, de l'offre, etc. Et les Marocains ont, ont beaucoup accepté. Donc ce qui est permis. Ce qui a réussi dans les centres commerciaux au Maroc doit aussi l'être dans le commerce de rue, dans les, surtout sur les grandes artères. Donc nous devons avoir un commerce et des services de qualité. Et on doit migrer vers. Absolument. Merci beaucoup Rachid beaucoup d'avoir répondu à nos, à nos questions. Et merci pour euh, l'éclairage et la, la vision libérale pour euh, le Casablanca euh, moderne et le Casablanca du futur. Merci Fédois. J'espère que j'ai apporté des éclairages suffisants pour que les gens comprennent que nous sommes devant un, un, un grand héritage que nous devons préserver. Li aussi n'assinnouh à nos enfants, nous le passons à nos enfants, c'est une civilisation, une civilisation marocaine et héritage. Li khassna n'htafdou عليه, Mais en même temps on doit le développer, on doit le moderniser pour une grande pérennisation. Et merci encore.